أولا بخصوص المنح الكتيب العائلة للأسر الليبية 50,000 صادرة من البرلمان الليبي، فالمواطن يحتاج لأي دفعة تعطيها الحكومة أو البرلمان أو أي جهة، ولكن يجب على الحكومة النظر في صرف هذه المنحة وتأثيرها على التضخم في البلاد وكذا، ممكن ارتفاع الأسعار للمواطن بعد صرف هذه المنحة. ننظر الأفضل أن تكون انخفاض في سعر الدينار أفضل مقابل الدولار أفضل من منحة 50,000 دينار. 50,000 هذه كمساعدة في هلبة ناس انضرت في الحروب اللي فاتت كلها، ما فيش من أي يعني ما فيش من أي جهة عوضتهم، يعني كلها صيانة بمجهود ذاتي. في ناس الحق مستحقت لها المساعدة هذه كمبلغ 50,000، ولكن أنا ما نسي مصدقها. 50,000 يعني في فرق بين 20,000 اللي أعطاها دبيبة عبارة عن 1 مليار، وفي فرق بين 60 مليار بتوزعهم. أنا أعتقد أنها بتخش للبلاد للفلاس الحق.